حازم. وريني كده. يا نهار اسود. بقى ده اتجوز ملك؟ وشكله تعبان ده خلصان. ده شكله يجيب حموضة. أصلا أنا مش بحبه. المهم يتحبوا. تحبوا إيه؟ دول خلاص هيتطلقوا. ليه؟ مشاكل بقى، مش مبسوطة معاه. هي كده اتجوزته ليه أصلا؟ غني هو؟ أكيد غني. أمال إيه؟ باباك وافق عليه ليه يعني؟ هما كانوا في أمريكا واتجوزوا، مش أنا حكيها لك. أنت بتبص على إيه؟ لا ده أنا بدور على ويتر بس عطشان عايز مية. ما هي المية قدامك أهي. لا اشرب اشرب. الواحد ما بيبقاش واخد باله من المية قدامه. والله. والله. يعني ما قلتليش هي خدت رأي أبوكي ولا اتجوزته من وراه؟ لا كلمته من أمريكا بالتليفون وهو وافق على طول. الله الله الله، بالتليفون بس كده طبعا. ما هي ملك اللي على الحجر، لكن عشان انت غلبانه وطيبه وبيعاملكم معامله ان انت بنت البطه السوداء كان لازم طبعا يرفضوني. انا لو اعرف ابوكي ده رفضني ليه؟ ما انا مالي، هم انا غني وزي الفل وامور اكيد اكتر من الراجل اللي اسمه مش عارف ايه ده. يعني ده لولا ان انتوا الاثنين انا متاكد ان انتوا توينز كنت شكيت اصلا انك اختها وحتى بنته. صباح الخير. صباح الخير، أنا جاهزة على فكرة. جاهزة على فين؟ السؤال الغريب ده، أنا مش عندي محاضرات النهاردة ولا إيه؟ إيه ده؟ يعني إحنا الاتنين هننزل ونسيب البنت لوحدها؟ نعم، أنت عايزني أضيع مستقبلي وما أروحش الجامعة وأقعد ببنتك؟ ليه إن شاء الله؟ إذا كانت أمها مش حنينة عليها، أكون أنا أحن عليها من أمها؟ طب يا وسام لو قلت لك عشان خاطري ممكن تقعدي النهاردة معاها؟ أستغفر الله العظيم يا رب. إيه التناقض الغريب ده يا حازم؟ منين مش عايز حد يحس انك مراتي وبميزك وتكوني موجوده وحاضره في كل محاضراتي وممنوع الغياب، ومنين دلوقتي عادي غيبي اقعدي في البيت؟ دي حاله استثنائيه بس لغايه لما اتصرف واجيب لها شغاله حتى على الاقل تقعد معاها. حلاوه يا حلولي، شغاله حته واحده هتجيب لي بنتك شغاله ما جبتهاليش انا؟ طب ده انا فاكره مره زمان جبت شغاله عادي يعني زي بقيه الستات تساعدني في شغل البيت، عملت لي فيلم ما بحبهمش ماشيهم بيخنقوني، دلوقتي عادي هنجيب شغاله نو بروبلم. عندك اي حل تاني غير انها ترجع لمامتها؟ عشان ده من رابع المستحيلات ان انا اوافق عليه. من خامس المستحيلات بقى ان بنتك دي تعيش معانا في البيت ده على طول، واحنا متفقين على كده يا حازم من زمان، ايه اللي غيرك؟ يا وسام دي بنتي هرميها في الشارع يعني؟ لا يا حنين، روح لامها خليها تشكم اختها الصايعه، تجوزها تطردها في داهيه وترجع لها البنت ونرجع نعيش حياتنا طبيعي، عادي زي ما كنا. انت ليه مش حاطه في دماغك ان هيجي اليوم اللي اخدها منها وتعيش معانا هنا؟ انا مش فاهم انت بتفكري ازاي يا وسام. تعيش معانا هنا؟ الجن ده ولا ايه؟ طب وحياة امي ما هي معتبه هنا. طب وحياة امك اللي هتيجي تعيش معانا؟ واما اشوف يا انا يا امك. شربة ولا زبط. هو بابي نزل؟ انت صحيتي؟ ايوه. نزل. تعالي معايا بقى ساعديني في شغل البيت بدل ما تطلعي زي مامي. السلام عليكم. الله وبركاته. Thank you.
السلام عليكم. الله وبركاته. شقة الدكتور حازم توفيق فين؟ اطلع ال 12 وانزل دور. ماشي، السلام عليكم. الله وبركاته. زي ما بقول لك كده. اه لا بقول لك دخل عليها رنا. ممكن تطفي التلفزيون في اوضتك؟ انا سايباه مفتوح. طيب ممكن بليز تروحي تشوفيه عشان انا سامعه صوت التلفزيون؟ حاضر. استنى بقول لك دخل عليها لقاها في حضن راجل غريب. اه والله العظيم. لا بصراحه هو ما قاليش كده يعني، بس انا استنتجت من كلامه. على رايك كل ده يطلع من الخرصه؟ ده حاجه غريبه. مفيش تلفزيون مفتوح. ايه ده بجد؟ انا كنت فاكراه مفتوح. طب اشوفك امتى؟ ما اخلص من الفيلم اللي عندي الاول. لو بيقول لك عايز يجيب شغاله وحاجات ممكن تفتحي الباب بيرن؟ شغاله في عينه، ما جابليش انا الشغاله اجيبها المفعوصه دي. مامي رنا حبيبه مامي، انا اسفه حبيبتي، اوعي تكوني زعلانه مني، اوعدك ان عمري ما هنشغل عنك ابدا. طب بصي هكلمك تاني، اقفلي، هطلبك تاني في حد عندي على الباب. يلا باي. أنا آسفة مش هغيب عنك تاني أبداً. يا رنا هو حازم موجود؟ لا مش موجود، أنا اللي موجودة. طب يا حبيبتي روحي غيري هدومك بسرعة، أنا مستنياكي. يلا. يا سلام، مش تستأذنيني الأول؟ مش يمكن أقول لك لأ؟ أنا مفيش مخلوق على الأرض يقدر يقول لي لأ على بنتي. وما أنت يا أختي حنينة على بنتك قوي كده وبتخافي عليها، ما عبرتيهاش امبارح طول اليوم ليه؟ ما سألتيش ليه؟ ايه هنشحتك على بنتك؟ ليه وهي كانت بايته في الشارع؟ مش ده بيت ابوها ولا انا مش واخده بالي؟ بيت باباها، بس مش معنى كده انك تنسي بنتك. ولا كان في حد مسهيكي عن بنتك امبارح؟ قوليلي، ده انا افرح لك، يمكن عقدتك تتفك. عقدة انا؟ ماشي. عموما لما يبقى في حاجه هتبقي اول المعزومين. طب وانا عشان وعدك ده وعشان انا بنت ناس مش همنعك عنها، بس عارفه انا خايفه موت لحسن حزومتي لما يرجع يبهدلني ان انا سبتها لك. لا وعلى ايه؟ ابقي خلي حزومتك يكلمني وانا هبقى افهمه ان انا خدتها غصب عنك. ماشي يا اختي، لما حزومتي يكلمك ابقي حاولي تهديه من ناحيه اختك لحسن، شايط ومش طايقها من ساعه ما شاف الواد بيبوسها في البيت عندها. بقولك يا حبيبتي، ما ينوبكيش صواب في اختك دي وتجيب لها عريس يتجوزها ويلمها بدل قعدتها دي. القعده مش حلوه، وبعدين هي ما دقتش العسل ولا جربته. مش يمكن لو دقته عقدتها رخره تتفك ولسانها يتحل؟ وماله، ناخد بالنصيحه يا عسل. يا رنا